أصبحت دبي في الفترة الأخيرة إحدى وجهات المغامرين حول العالم. لذلك قام الشاب البريطاني ديفيد نيملس 23 عاماً والمتخصص في الركض الحر بالركض أعلى قمة برج الدار في دبي، والبالغ ارتفاعه 242 قدم في الهواء. نيملس كمان ما كانش لوحده، بل انضم إليه 2 من هواة الركض الحر وعارضة أزياء روسية شهيرة.